ومعتقدات الشيعة وحيابها يا مسيهين دوري اللي حدن باقي قرآن أفكار تودي وحيابها يا مسيهين وحرمتي ددك لغيستنية لياب كل نقندون توحا إنو كورينينو وددك قاركو دورنا يورني ما كميا لغا بين شيئية ولا قف مقع عن مسلم مقع إسلام شيئنية وحن مقوه ستاسي ماشا أي وقبحضه وحين كسو قادنين مواقفة يوحن آمسينهين كتبه ذا سيأيون نقطو شهيد شاهد من أهلها وحكمر خاتية يغلفتغو ذا قرأي ومراجع ذا كتبته ذا كتب الشيعة لا يقانو أتكر راجع كريسا تساوح يكو عضي نيسا وحنينا نوهاي وحلقو بيانا بوراني لكن ويهاي وحجره قار كوت شيخا شيغي وحيابها يامسيهين نيكا ابن سبل لورن جيري او دجيي وحيابها يامسيهين وحا كميدا انو الهي سو ديراي جبريل وحيغا او كو سو ديراي فقلط جبريل وانزل الوحي على محمد ملك جبريل اي مركو وحيغا او سو ديباي وحو كو تلاغلا انو عالي او جييو واسي اولي واسي ويرادين لكن والله ان بدايو وحكولات الكفاية لنبي محمد عليه الصلاة والسلام وهنا عجيبة وحسيدا شيئا كتابك براجع ذا كم ذا الله يقال المنية والأمل في شرح الملل والنحل صفحة الصدر وحيابها آمسيه وحكم ذا شيوخ الشيعة قرآن كي حقيقي هاي نبتها أنا أن القرآن الكريم ناقص وأن القرآن الحقيقي سعد به إلى السماء حيثما أو حينما ارتد الصحابة رضوان الله عليهم كما قالوا مركي أصحابته أي ردوبين بين هذه قرآن كي سحبها إلهي ولا النقضة قرآن كي إمك الله يا كي سحبها ما هبيلين استاوح الشيقية كتابك مراجع ذا كم ذا اللي داده كتاب التنبيه والرد صفحة الشنية اللبات أفكارته ذا وحا كم إذا نبي عليه الصلاة والسلام أمد قارسية جزءا من الشريعة الشريعة ذا قيب كم إذا وجعل الباقي عند علي بن أبي طالب ليبلغه انت كلنا علي بولي بي دتك قارسي بول عليه مرك الدين تي نبي قال الله كينا إلى هؤلاء يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربي وحالك وسودة شيء ولا قارسي أصحابتنا وغمر خاتك عين حجة الوداع شعاد وحيلاده قيب علي وديبي علي لفتي ساسدا شيخ وشيغي ديدي فين يا رنتا ولوحو آل بيتك الدار من هين قوني علي النبي عليه الصلاة والسلام مجرته وحا سيد مضان هذا ما نرق بريهن لكن كتاب يراك وصان وصومالي ذا وذا دادا لحو ريك تريبا تري ولا أوران تريم حي وصايا علي دردار النبي علي يا علي أبو ما أنت ورنا وضيع محاكو أروريي سجى وحنا حديث يا علي يا علي يا وضيع ربك بلعبني سدام وحشيجة يا تعليق شهاب الدين النجفي على إحقاق الحق لتستوري مجلد كلا بعض شيعه وحي أمسينه شيوخ ذوده أما وذا ذوده إليهين هم الواسطة بين الله وبين خلق كتاب بحار الأنوار باشيغية معنى أئمة هذا الشيء إذا آية الله ياش إليهين كوة ودحية إلهي يا أضامها وأن إلهي توصلوا لحجير كرينين إلهي قرآن كيسنا توصلوا أفكارا كرينين لكن إن وذاتك الله قرورا أموي مرك إلهي وحلوغا بهايه وذات كاسالة غرورة يا حقي سلام رايا لكن إلهي توصل ولا محريريس تفسير كيس أنا ما فهميس شيوخ الشيعة وحيابها يامسين وحكم إذا حجك اللقو حجو قبور على إمة وذات دادا نوع عاصي سيدا عصمة دير أورسونان توسيين إن حباله ظلت تقاه
أهم عنده من الحج إلى الكعبة المشرفة وحيكون أكسنت هاي إن كعبة إلهي للتوى القرآن كإنتا صوتشر إلهي وككور رمي حبالها وذا دادين لقور وريقو للضواف أيا كم مهم سنبا إلهي كعبة للضواف دادا ركتصو مالي ذا قار كود وحبالها قار كود كو وريقنا وأرهن كي يمي هالكا وحي قضان شيوخ الشيعة من زار قبر الحسين كمن زار الله في عرش سبحان الله قفك حباشا حسين صوب وغضا إنو يهي إلهي عرش جيسي قف صوب وغضا وكلا كمن زار الله في عرش قف إلهي عرش جيسي كو صوب وغضا إنو كرد جيني أنا هو مخلوقي وخالقي لقد قلت الماتي خالق لسي كتاب المزار المفيد صفحة كوبية كونتون يا سيدا وكشة جودات كقرية كمدي مواقف تلام معتقدات كذا كسيدة ذو حلية إن التراب وطين قبر الحسين شفاء من كل داء كتاب الأمالي يا شيعية معناها عيد حباش حسين عذر ولا بوا كدو ذبح نصته عيد سد ولا قن يسوى العبيس يجب بحنون كدلة يعني كعيدة جسبايرة عبا السجع كل ما نيا شيوخ الشيعة وحياة مسين سيدا كلين إنك لا يرى كتاب الروضة من الكافي وكل شيء أن الكواكب والنجوم لها تأثير في السعادة والشقاء وفي دخول الجنة والنار حدقها يما رياش إن إليه تأثير يسامين مرك الله يقول حقا غوشه يقول درده يا جنل قال يا نار marka wa sibqad iyo dareen jira oo dab caabudnimadii barigi hore ma juusta reer eeraan dabka ay caabudi jireen dareen ka sii jira weeyo maraajicdooda ay ku qoreen shi'a shuyuxdooda waxay aaminsan yihiin Cali ibn Abi Talib inuu qaybka wax ka og yahay waxaan u leeyahay ana rabbul ard الذي يسكن الأرض به أنا وحاشا أن يقول ذلك شيوخ الشيعة وحي قوانين وعلي نولي هاي أن إلهنا يحيي الموتى ذاتك وصن ولين كريو أودا ولين ودا ومارت مرارك قارك ودنا كلك روبك إيه وانكذو أي ليه سبحان الله علي با تسبيح صدي وأنكت كاد مغليسا شيوخ الشيعة واحد دفرسين إنه إلى هاي وسود دقه صمد الصك سيد النبي محمد شجع عليه الصلاة والسلام قارنتاس وحيوق قبان قف كسلا قبا إنه كوج قالوا بيو إثنا عشر يد وحي كسفين يان وذا دد وذا إن إلهي هن تلمامه إلهي مركز أخرده كتاب كتبته هذا كم من الله يقانه أصول الكافي sida inuu wada ogsoonahay waxa qabaan tawxiidka marka lagu dhawaaqayo shahaadada in lagu daro deedan kooda baa maqashayne wa anna aliyan waliyullah ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abdu wa rasul wa anna aliyan waliyullah wax ay ku daraan weeye tawxiidkii raaciyeen ay ku dareen adaankana waynu ka maqleynaa meelaha ay ka adaamaan sidaana waxa dalil falsa ugu keenaya oo u macaaneynaya dadka kitaabka ay quraan loo yaqaan furuucul kaafi juska saddexaad shuyuxu shi'a waxay leeyihiin sidii sheekhu hore u sheegay khulafada cida nacdalaysa sida midalan abu bakr umar ibn khattab uthman ibn affan muawiya ibn abi sufyan iyo xasaski nabiga aaysha iyo hafsa بعد كل صلاة صلاة ولو تكذب قفك انت مع ظلا فقد تقرب إلى الله بأفضل القربات إلهي وحي قلنا وادي وحي قلنا وادي وحي وفعنا فروع الكافي شوسك الصدحات بسداك الشيقية وحي قبانو كم إذا معتقدات كودة إنا آئمة ذو ذا مو ذا دذو ذو قفك قدام ما نبقى ذي كران جنادا إنو قلوه وأنا به زعيم أنا قاعد تنظر كو بدل ما نبقى ذي
أنيقون بعد دبادة قبسنا يسأيقو صار دبا فايل ده كسيدا سيكل على عينيا وحكم إذا معتقدات كوده شيء الله يقارن متعاض إنه يهي وهذه هذا مهمة أكتوده مبادئ هذا نوع كم متعاض وحوي ينكى وقبر إلى هذا وين يذكر سنعيون طريقة صاحب كقال هذا يقارن ولكن مثل قبر الحكتي هذا هاي قورين لها مرخاتي المثلان ولا بدو دون بيسهلية way noodan tahay sidaas ayay ku ilmo dhalayaan ama muddo doona ku wadanayaan waxay ilaadeen anna man tabata'a bi imra'atin mu'minatin kaman fa kana ma zara al-ka'bata 70 marra qofku hadduu gabar sida ugu raaxaysto oo ula noolaado iyadoo guurba aan u jirin waxa ay mutacada u yaqaanaan noocaas oo kala ah wuxuu ka dhigan yahay qof kaacbada ilaahay soo booqday 70 jeer مصباح التهجد كتاب كلايرا أيو طوس إنك كلايرا هذا كشيء جاي. الإمام كودي خميني لورنشري بوجاق وقري وحوك كشيء جاء الاستمتاع كلمسي بالشهوة والضم والتفخيم فلا بأس به حتى في الرضيعة. إنتو مر كلا إسكا سلسلاحه الله إسكا يرد شيء شيءته. وحدي بيكم أشلام بول حتى هباها تقول تيار الناس كشقيس كتاب التحرير الوسيلة كتاب مجا عاوب حي تحرير الوسيلة شو سك اللباد صفحة اللباد بقول يا كوابي اللبادن أيو سلاحك شيء جوداتك وح أي آمن سينهين أما إمام كودا خميني باو قري أويد الله أيو سيد حسين يا وحن لي هذا مجالس الحسينية والله سمعيه واستونكا يا إسكراع يا إسكريج أنت برا الله إسلام عيا ركتم إنه يا هاي وحن لقوا إلى ليه دين تر إسلامك إسكريج أنت يا أهين تسا إسلامك لقوا إلى ليه بكلين ملائكة نسي ذاك لا إله هو أبو ري وحنو أبو ري بلين للبكاء على قبر الحسين إن الحسين كدل أويان حباشيس وعقبا شيوخ الشيعة إنه إذا تشاجر الملائكة فإن جبريل ينزل على علي بن أبي طالب فيعرج به إلى السماء لكي يصلح بينهم مركا ملائكة اسقبصدان مرمان علي با وحد جبريل با علي ومريا عالم ككروب جينيا علي بام ملائكة مركا مرمان هشيسية وحاشا ملائكة إني مرنت إلههم بكاء مرقاتا الاختصاص كتاب لا يراه ومفيد نك لا يراه ولي أي صدا وكشة شيوخ الشيعة وحي ليهن إن الأئمة الصلوات الله عليهم وسيد هذين لا يتكلمون إلا بالوحي وهذا من ضروريات الدين الإمامية آية ولاية شيدا يولا دادا يدو كمها الله وحان وحي هاين بيلا سدا دراداد أيو نقدان كوار لورصان وان قفل هاين مدحوينة كستهدو يمادو آية الله كدو بالا دير آية الله حقا دمو فرليا مدحوينة كستو ودن كوضا حكومة يلا يركا وشيدا آية الله أيوم باشقين أيه تو آية الله ديدو في طاب وصاروا إلى مات، مدحوينه مشقينا يوم، وهاي وحي كلائه نسقوا وقداسد بلائه هاي، هل كأي هاي وحي أكتين على السنة، إنه وحي وقداسد لا يا قرآن كي حديث، ودين معصومة يتوقف أنا إلى هين، يجا آية الله يا شايا معصومينا، وأن قف إلى هين، ما دام إلى هاي وكل حد لا يوحي شيء جيام بكلين، بحار الأنوار، بوجا إنه كسر شغنا بي يكو حسينه. بو كتاب قري خميني لا يقان الحكومة الإسلامية وحول لي إن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل أئمة ذين وحي لي نتين هالشيعة درجة جارسيسين آنو جارسيسين ملك إلهي كله ين يمرسل لصادري
مدنا بقاري كرا درجدا واتكنت مركا وذات كين لا واشه او وح ولا وذات كورا هذا حقي استون لا ياغو ومركي وسوها اللي خمين فرانسيسكا وكسوها اللي عتلدا وصادره انت صعودي اي لقيليا وحي ليه شيعاد ان اول ما يسال عنه الميت في قبري هو عن حب آل البيت ينظر في كتابه بحار الانوار يا لغي كريا قفكم مركو دينتو وحا او هريه لو ويدينيا وآل البيت كحبجيس يا جعيل كوده سيده شيخ خبا شيغي دي بريغا هره آل البيت لوغو سو غبن جيري دد حدانا سيدي اون بيغو سو غبدا او سومااليد او كاله ده وين اوغناها او عيد ولبا ابترسيمديدا waxay soo wadaan ba آل البيت كي كشوان قالوا ولبا آل البيت كانوا نهايدا وديدمين لكن ده آل البيت كسكده ما يعني جيرين سكدون ان اسك دايا وين سومااليدو ان halkaas ay u soo salaaystaano آل البيتki ba waxan lagu sameeyay waa la dulmiye آل البيتka in Cuseyn in آل البيتka wari taasina may harin waxay leeyeen inta shiica madinatu qum meeshan la yiraahdo Iran ku taala waa markasu dawladda safawiya ayay qabaan dawladda saafiga xarunteeda weeye an yuhasabuna fi hufarihim wa yuhsharuna min hufarihim ila aljanna halkaas umba wadaadada laga soo xaadirinaya dadka halka degan oo dhan meel kale ilaahay ku xisaabin maayo marin maayo jannada horey ka geynaya waxa uu leeyahay ninka jasaayiriga ah shiicada wadaadada waaweyn kamida kitaabkiisa an-nawar an-nu'maniyya mujalladka koobaad safhada 28 waxa uu ku sheegay أصحابتي نبي محمد مرتدين بي وضن نغذين بول ودين تي بي كبحين إلا أفر موياني سلمان الفارسي أبو ذر الغفاري مقداد بن الأسود عمار بن ياسر انت عواتكو أركيسا كتبوه هذا ما لأيكو كلا رهباني يوحي ودليشاني ينبي نمتش لأصحابتي رسولك يا أصحابتنا وين وقنا هاي جيل كي قرن جيل هاي ودوري نبي عليه الصلاة والسلام جعيل كوذنا الدين تاو كمدي هاي تاي نقوى كو قرع سنة وقنا شيوخ الشيعة وحي آمسين هنا معتقدات كودا كمدة أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما يظهران لهم في كل موسم حج حتى يرمونهما بالحجارة أثناء رمي الجمار إلا صوت ضالعين أي مركز تي تقام بورهم لطورة حجك إنه إلهي صوم وشنا يا أبو بكر يا عمر marka waxaan ay dhagax la dhacayaan ay bukaasayaan waxa aaminsan inuu Abu Bakar iyo Umar yahay dadka qaar kood halka ay raadaan waa shaydaan tuur iyakuna waa Abu Bakar iyo Umar tuur bay qabaan shiicada waxay qabaan shiicadu waa aragtiyahooda aadka u xun fooshaxun inuu Iblis laftiisu ka yaabsan yahay kufriga Umar oo uu leeyahay kalaaba iga sii daran فيقول إبليس من هذا الذي أضعف الله له العذاب وأنا أغويت الخلق جميعا أنا يقول خلق قدر لبيي أيو كان يقصي عذاب بدنيا وحا سيدا تفسير العياش نيكا لا يدعوه وآية دي سكودة ينو شرحة جوسك اللباد بسيدا كشاك مواقفته ذو حكم عثمان بن عفان وحيله وقت جينا بقى وحو قرسن شري كان زنديقا وحانو قرسن شري قال نمو فهو عدو الله ورسوله أيا أي عثمان كو إذا يانك شجعان حد جذب كاس قفكو هدو كبرين نقدام قبان خلفاء صدح لا أبو بكر عمر عثمان فمات في ليلته دخل الجنة هبين كيسا ودنتو جنة دو قلي يسوغو أي مدى كبرين وضي بوغي لو يقانو كتاب ورن ما يه أصول الكافي أي أي سيدا كقرية قار كود مباشيك كرنا وحيابها أي قوان ورن تي دي قفك مسلم كاي وكي يخيخ صوني حبنها النبي قار كود بكولي نار تي قلي
ما دام الدمر قالا كل معامرة سيد عائشة هي حفصية وحسنا قرية كشف الأسرار وتبرئة الأئمة الأظهار نينكا الله يدعوه أياكو قرية ساسو الشيغي نينكي مركي الدنباء ذو كسانو وعي كليهين أدري حبح وذاداد وذا حباله وذا الله بوضه وفريضة من الفرائض ويكفر تاركها قفك حبالها سوب وقوايا ما دام ويها فرالية واجب وحلقوا حكومة يين وقالية مبادئ ذو حكم ذو حلايا قانة تغيضة التغية تغيض وحوية وحد قبطة يشيع إن ماذا سوقفك ويسك قرصده ضد كنا وأمو تشستين ولا صعده وحكمتها إلى قمضة أشيع ذا يعانك كويهين استاد رادد بكليهين قفكو هاتو تغيا ذاك تغا ومبدي إيسا وقرسن وايوح ويهاي تذكا وشيك شيغا تارك الصلاة كينو كلو لميدي قفك تارك الصلاة كأيو لميدي هاي قفك تغيا ذاك تغا مركا مبادي دو دو حوية وحاد قبتنا إسكا قرسو ضدكنا إسكا لسو شيوخ الشيعة وحي قبان مركا كنتو كنا يان أي ماذا حرمك إنا تغيا ذاك ولسو عضاك استاذ رادد من صلى خلف المنافقين بطغية كان كمن صلى خلف الأئمة منافقين تقف كيس كجدبت كذا يقولوا ينحرم كتكينا يا طغية دي سنة إسكوتة أي ماذا يعني أن كدبت كذا يقول لم يدي هذا كلين مركز كجدبت كا نما كا منافقين تو بحيان وأي ماذا حرم كا طغية هذا أنا إسك قرصة صلاة هذه ساعة سي كوجو أنصحيس سدو شاق بس شاقي ويكل الدويهين مهديقة نبي محمد الشجاع عليه الصلاة والسلام منتظر كأحاديث الصحيحة كصار وري يم مهديقودو وحوهان دنتي مدهرة يران كل دنتو محبك تجنب تاريخ ذمرك هلا بقولي لحنك كساوح إليهين ما أصاب حضارة لكن ده مهديقة dadka muslimiinta sunniga ay aaminsan yihiin waa ka nabi maxamed uu sheegay calayhi salaatu wasalaam marka haday mahdi sheegaa yaan lagu kadsoomin mahdigu nabi uu sheegay ma aha kay sheegayaan shuyukh shi'a waxay qabaan jumcada inaan la ogeyn ila mahdiga soo baxo waa qodob jihad kuna inaan dadka ku waajibaynin ama ba xaraam ba weeyaa sida baqtigu xaraan u yahay ila mahdigaasi soo baxo استاذ رادد بعد جهادك شيء قال الله يقنع أما عبادة ذا شيعات ولي قطبة أنا يسوع تاجرين تذكر سني قايم أنا يسوع تاجرين صعب تكاه استنا عقائد كوده كم تاي جهادك عدة تذكر كهر كع كرتة أوجي كرتة إنه يهيم مهدي قال لبناي إلا سقيه مهدي قال استقال لسقيه ما لين تصاب حبي لأن حجاج تقبل عبا يلا ينيا بين الصفا والمروة حرم كلو الدمينية والمسجد النبوي هي حجرة وكوء سني رسول صلى الله عليه وسلم وحان كو حكم دونا بحكم داود نبي داود حكم كيسي أما حين قال نبي داود صوتي دين تانو نستخلي بحار الأنوار أي صداك الشيخ وذات القرآن مشايخ الشيخ عوحي قبان لو بدأ إلهي وكا أبو ري سنقا يردو بدأ كشيعي قال لقا أبو ري وكلا الدوين sida yahuuddu way weeydaan unsurka yahuuddu ka duwan yahay anaasirta kale labadii dhooba ilaahay isku daray bay dhahay tii sunniyinta iyo tii shiicada sida daraadeed waxa la waxa dambi ka muuqda shiicada iyo macsiyada ka timaada waxa uu sababa dhoobadii lagu daray sunniga waxa la waxa uu khayr leeyahay qofka sunniga ahina waxa uu sababa dhoobadii shiiciga sida daraadeed inkaarteen waxa ka timid bay leeyeen sunniga dhoobadooda la inagu daray كتاب علل الشرائع مدى وبحيان بيس ذاك القرآن جزء اللباد أفر بقول يستدي تطبات الصفحة شيعة مركي كدبت كنا كدلت كريان ضد كمسلمين تاج ناس دوا دسيدا مركي حرم كلا قلت كنا يوكلا وحيصدر دار منا كتبت هذا وكقرياني كلا إلى فروع الكافي مجلد كصدحات دور كاد قادنا يساوي حوية أمبولية جناسة السنة قينا هوارتون هوارون بادور لك سبحان الله
وحضلاذهي فقل في تكبيرتك الرابعة الله أكبر أفراد كذب وحضرنا إيسا اللهم أجزي عبدك وابن عبدك هذا اللهم أسيله نارك اللهم أذيق عذابك عقابك الأليم وعقوبتك شديدة نار تاسم كدل دلبك لي وحاهتين عاورا ترينه ووحرنتي قفك أكيخ يخصاني قفك أن حقيقة ذو أغين أوهايستا ضد مسلمين وهاك سنين أيهين مركا وحا مغلرهم تي ديوان ودراسة سمايو ديبو قلنا وضا حقيقة ذونا وحكيه لدونا وحا إيقو أي قرآن إما لها أي نشيغينو أي نكسو قادنين سيعاد أولي قد با ضدك مسلمين تادلو ما يحرينين يسمنا يتاقين بدبادو دو ده لكن وحا يهان عام ضدكو إني صهر كعان دولدها قالا ذا إيا ششايها ومركي للدومين إيا خلافة دي إسلام بغداد كالإسناي وحا صهر كعيني كي لوران شري ابن العلقمي الرافض دي قاها نمان كي منغوليس قاها وحا صهر كعيي نكي استغنى لوران شري طوسي مركا عام بي كويهين هذي يجار ششايو مركو مسلم كسوه الرأيو إني صهر كعام ودوليمات كقايب أي كنوضان عموما نيقو مارت وقتي وقرد عاي waxaan ku soo ururin doonaa waxa ay qabaan waa waxa maxaa lagu sifeyn kara qofka waxa qaba sidee isku islaam loo noqon kara sidee meel looga wada halgami kara islaam ma yihiin waxa ka jawaabay mid iyaga kamida oo waxa uu leeyahay waa ka kaayn soo sheegnay al-alwaru nu'amiyya juska labaad buu ku qoray 287 safhada waxa uu leeyahay markuu ahlus sunnaha ka warabayo إنا لم نجتمع معهم على إله واحد ولا على نبي واحد ولا على إمام واحد إله كلية يا نبي كلية يا إمام كلية مدنا يسوكما يمن كرينو أهل السنة أقول لي أدور ربي قود ويهي كي صد رأي نبي محمد وحي صد شيء ليس ربنا ولا ذلك النبي نبيا كان ربي نوماها سنة النبي قاو صد رأي إنقنا aan ilaah inno rasuulina ma noqono ya nabigaas umuman waxa halka aynu ka aragnay khatarta ay leeyihiin sida daraadeed dadka muslimiinta waa inay aad iyo aad uga feejignaadaan si qofku diintiisa iyo aqeedadiisa uu ilaashado wada ma aqulu wa astaghfirullah waxa aynu ta ka xikaayoonaynaa haakil kufri laysa bi kaafir balaya wixii xumaan qofka ka warabaya daa isagu waa xikaayo laakiin ilaahay waxa aynu ka bareyna umadeena islaamka بقول كيبا بقول مسلم كهيدن وكدوره علماده دنا رنتي اي وح ويديان او قفكو انو اسغو شيخ سنقون اما انترنت كونان وح كقادن السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.